فكرني ايمن عوده بستنى الانتخابات عشان اطلع الكنيسة وابلش اعمل هوليوود انه في 111 قتيل. لا انا من اول قتيل قلت انه مجتمعنا او الشعب عيب الحاجات على ايمن عوده والسلطات عيب الحاجات على نقاشنا ليس شخصيا عيب تقول مجتمعنا العربي بين الاصوات عدم من الناس على فكره عيب على فكره على عيب عليه بالنسبه لايمن عيب عليه لا هو ولا جماعته ولا جماعته نقاشنا ليس السياسيين العرب لا هدفنا بالاخر انه احنا كمجتمع عربي مع المجتمع اليهودي الاسرائيلي مع بعض نحل المشاكل وخلينا نعطي الحل كيف الحل اول شيء انه نكون جزء لا يتجزأ من قرارات السياسيه والحكوميه اللي موجوده في اسرائيل هاي واحد المعنى انه ما نخافش نقعد في الائتلاف المعنى انه نكون في المناصب العليا في كل المكاتب ثاني شغله وهي المهمه انه نفهم انه نطالب في الحكومه الاسرائيليه انه تعطي ميزانيات وتعمل فريق او يعني شرطه اللي هي اساسها التعامل مع الاجرام في الوسط العربي خصوصا في الوسط العربي ثالث شغله وهي مهمه جدا روح المحكمه والقاضي بالاخر بعطي لواحد اللي ضرب مرته او قتل او هاي يعني بعطي زي سن عقاب من كله مش كافي من كله مش كافي لازم يكون من ناحيتي يكون هذا شيء مؤبد يعني اذا واحد قتل ما فيش عنده يكون اي 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 امكانيه انه يطلع من الحبس لازم يضله يعني ما يشوفش ولا يوم ولا شيء هذا سؤال محاماه ليس اخر شغله وهي حتى الاكثر اهميه التربية القاضي ولا كل حديث التربية والتربية هي بتبلش من عنا من نقاش وائل ويوسف وائل ويوسف هذا ليس نقاش هذا ليس نقاش العنف استطال انت بتعرف الطفرة مرة بتقول كذاب انت واحد حسالة ناس ومعك بس حسالة الناس انك واحد كاذب ومجرم ومع القتلي وائل حسالي انت مع حسالة الناس ومتوطنين انت عم بترجع قديش انت عارف وائل ويوسف بترجع قديش انت تربيتك عنيفة وانت كذاب الحقيقي.